أهلا بكم. المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة عقد اجتماعه الأول بتشكيلته الجديدة بتنسيق من وزارة تنمية المجتمع، حيث ناقش جملة من القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمرتبطة بأصحاب الهمم، وخاصة التحديات التي قد تواجههم خلال المرحلة المقبلة. وأوصى المجلس بإدراج قضايا الإعاقة ضمن خطة 50 لدولة الإمارات. وتبذل وزارة تنمية المجتمع الكثير من الجهود التي تسعى لتحقيقها والتوعية فيما يتعلق بتمكين أصحاب الهمم في المجتمع وفي أماكن العمل، وتؤكد دائما على التركيز على قدرات ومواهب واهتمامات هذه الفئة. ونتحدث أكثر حول نتائج اجتماع المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم الذي جاء بتنسيق من وزارة تنمية المجتمع مع ضيفنا عبر الاتصال المرئي السيد أحمد العمران رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم. أهلا وسهلا فيك معنا، صباح الخير. صباح الأنوار، أهلا وسهلا بك والسلام. أهلا وسهلا فيك. طيب أستاذ، عقد المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم اجتماعه الأول بتشكيلته الجديدة وناقش التحديات التي قد تواجه أصحاب الهمم خلال المرحلة المقبلة، شو هي هذه التحديات؟ خبرنا عنها. بطبيعة الحال يعني طوال السنوات الماضية بذلت الحقيقة المؤسسات المعنية في الدولة الكثير من الجهود من أجل إدماج ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، ولكن في الواقع رغم الجهود المبذولة طوال المدة الماضية إلا أنه يعني لا زالت تواجه هذه الفئة العديد من التحديات اللي في الواقع تختلف طبيعتها من فئة إلى أخرى، ولكن طبعا يشترك جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجموعة من هذه التحديات تكمن في أول شيء ضعف وعي عموم أفراد المجتمع في عدة أمور، أهمها طبعا التعامل الأمثل أو سبل التعامل الأمثل مع هذه الفئة، زائد طبعا ماهية التحديات والمعوقات المختلفة سواء كانت بيئية محيطة أو معوقات متعلقة بسلوك بعض أفراد المجتمع تجاه ذوي الإعاقة أو غيرها من التحديات التي تحول دون انخراطهم في مجالات الحياة المختلفة، أو أيضا كانت متعلقة بطبيعة الاحتياجات التي يجب أن توفر لهذه الفئة حتى يتم تذليل هذه المعوقات وإزاحتها. إضافة إلى ذلك في الواقع عدم شمولية بعض برامج التنمية لجميع احتياجات ذوي الإعاقة مما أدى إلى يعني استمرار وجود هذه التحديات. ولكن يعني الجميل أن تمت التوصية بقضايا الإعاقة ضمن خطة 50 لدولة الإمارات، ما هي هذه الوصايا وكيف سيتم العمل عليها وتطبيقها على أرض الواقع؟ نعم، في الواقع يعني خرج الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لأصحاب الهمم بعدة توصيات، من أهمها طبعا تضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج التنموية. والواقع ليش ركزنا نحن على التضمين؟ لأن التضمين هو هدف عالمي لطالما سعت إليه طبعا المنظمات المختلفة المعنية بشؤون الإعاقة وحركات الأشخاص ذوي الإعاقة من الناشطين في حقوق الإنسان وحقوق هذه الفئة. فهنالك مساعي دولية لتضمين برامج الإعاقة في برامج التنمية عموما، على اعتبار أنه يعني سياسات الدول طوال القرن الماضي هيمن عليها ما يعرف بطبعا الاتجاه الرعائي الخيري للتعاطي مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو اتجاه قائم على اعتبار أنه هذه الإعاقة مشكلة في الفرد وبالتالي يجب التعامل معها من منظور رعائي خيري قائم على الإحسان والتبرع، بدلا من طبعا النظر إلى إدماج حقوق هذه الفئة في عموم برامج التنمية طبعا واعتبارها يعني من حقوق الإنسان الأساسية. والحقيقة نحن اليوم استغلينا أيضا نقطة مهمة جدا، وهي أن الدولة الآن في يعني مرحلة مهمة ومنعطف مهم يكمن في إعادة طبعا صياغة برامج التنمية، وبالتالي ركزنا على أهمية أن تتضمن هذه البرامج طبعا أبرز المبادرات الموجهة لعموم فئات المجتمع بما فيها طبعا فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. من المتوقع إن شاء الله أن تحوي طبعا الخطة خطة 50 العديد من المبادرات التي تستهدف طبعا تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والعمل وغيرها من مجالات الحياة، واللي أكيد راح تراعي
طبعا الفروقات بين الفئات المختلفة من حيث الاحتياجات، وسيتم طبعا تضمينها كل ما يعني إن شاء الله يعني يعزز حضور هذه الفئة في ميادين الحياة المختلفة. إن شاء الله. طيب، أعلنت الوزارة عن التشكيل الجديد لأعضاء المجلس، والجميل أنه يضم أعضاء جدد من أصحاب الهمم. ما الذي يضيفه انضمام أعضاء من أصحاب الهمم إلى المجلس؟ بالتأكيد يعني عندما يعني يتعلق الأمر بسن برامج موجهة لمختلف فئات المجتمع، من الأهمية بمكان ليس فقط استطلاع آراء الجمهور حول هذه البرامج ومدى فاعليتها ومدى شموليتها، وإنما أيضا إشراك أصحاب العلاقة ويعني من الأشخاص الذين يعني جربوا الإعاقة وجربوا طبعا البرامج اللي حقيقة سبق تقديمها، حتى يعني يقفوا على جوانب أو حتى يظهروا جوانب التمام والنقصان في هذه البرامج، وحتى يتم تدارك يعني جميع الحقيقة جوانب النقص اللي طبعا ربما ما راعتها البرامج السابقة. فالحقيقة يعني هنالك اهتمام من القيادة الرشيدة بإشراك كافة أصحاب الحقيقة القضايا المختلفة الاجتماعية في طبعا يعني صنع هذه القرارات وفي تطوير هذه البرامج ذات الصلة، حتى يعني إن شاء الله يكون هذا عامل مهم يعزز نجاح هذه البرامج ويزيد من فاعليتها بإذن الله. جميل جدا. طيب، كيف سيتم تمكين أصحاب الهمم بشكل أكبر في المجتمع في المرحلة المقبلة حسب التعديلات التي تم اقتراحها ضمن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارات؟ بالطبع القانون الحالي اللي هو القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 وتعديلات الخاص بحقوق المعاقين، في الواقع الآن صار له تقريبا يعني منذ أن سن يعني حوالي 15 سنة من 2006 إلى اليوم، وخلال هذه المدة طرأت الكثير من التغييرات الحقيقة على الصعيد الدولي عموما، من أهمها انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية، اللي من أهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية مراكش، وأيضا الدولة طرف مساهم في طبعا تحقيق الأهداف التنموية مع المجتمع الدولي، الأهداف التنموية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في نهاية عام 2015. وكل هذه المتغيرات تتطلب الحقيقة يعني إجراء العديد من التعديلات التشريعية حتى تصبح تشريعاتنا متوائمة ومنسجمة مع هذه طبعا التوجهات العالمية. من أهم الأمور الحقيقة اللي راح تسهم فيها التعديلات المقترحة الحقيقة على طبعا قانون حقوق المعاقين، طبعا من أهم هذه الأمور أول شيء تغيير فهم الإعاقة من الفهم التقليدي الطبي الضيق إلى الفهم الشمولي الذي ينظر إلى الإعاقة على اعتبار أنها ليست فقط مشكلة في الشخص الإعاقة نفسه، وإنما هي عبارة عن مجموعة معوقات طبعا تنجم عن المعوقات الشخصية، إلى جانب طبعا المعوقات التي يخلقها المجتمع مثل المعوقات البيئية المحيطة وغيرها. الجانب الآخر الذي سيسهم في تغيير القانون إن شاء الله توسيع طبعا نطاق تعريف التمييز على أساس الإعاقة، بحيث لا يقتصر على مجرد طبعا التقييد أو الإبعاد من ممارسة الحقوق والحريات، وإنما يشمل أيضا عدم توفير ما يعرف بالترتيبات أو التجهيزات المعقولة حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من طبعا أداء مهامهم والانخراط في مختلف مجالات الحياة. من الجوانب التي سيسهم فيها التعديل المرتقب إن شاء الله للقانون طبعا تعزيز الجهود التنسيقية بين كافة الجهات سواء على الصعيد الاتحادي أو المحلي، وأخيرا نتطلع إن شاء الله إلى إيجاد عملية أفضل لإلزام الجميع باحترام طبعا الحقوق المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة. نعم طبعا، نتمنى دمج أصحاب الهمم أكثر وأكثر في المجتمع. طيب، بشكل مختصر، طبعا المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم لهم الكثير من الإنجازات، بشكل مختصر شو هي إنجازاتكم وجهودكم فيما يتعلق بدمج أصحاب الهمم في المجتمع عموما؟ في الواقع يعني منذ أن تم تشكيل المجلس الاستشاري في 2017 يعني هنالك العديد من الأعمال، أنا ما أحب أسميها إنجازات وإنما هي يعني كانت من صميم أعمال المجلس الاستشاري اللي طبعا كان للمجلس فعلا بصمة في إحداثها. طبعا من الأولويات اللي تم رسمها في الخطة الأولى لعمل المجلس السابق اللي هي أول شيء طبعا تبني التصنيف الوطني الموحد للإعاقة، فهذا كان ضمن أولويات طبعا الخطة التي وضعت، وتم بفضل الله طبعا اعتماد هذا التصنيف الموحد في عام 2018، أي بعد سنة من تشكيل
طبعا المجلس، وكان ايضا لمعالي حصه ابو حميد وزير تنميه المجتمع، يعني دور بارز جدا الحقيقه في دعم عمل المجلس، وفي ايضا يعني تبني العديد من المبادرات التي ايضا نوقشت ضمن اعمال المجلس. من الاشياء اللي تحققت ايضا وهي مساله في غايه الاهميه، اللي هي انشاء مظله تنسيقيه متمثله في اللجنه الوطنيه لخدمات اصحاب الهمم التي تراسها معالي حصه ابو حميد. في الواقع الغرض من هذه اللجنه طبعا هو تنسيق الجهود بين كافه القطاعات وبين كافه الهيئات على مستوى الدوله، لضمان طبعا يعني استكمال مسيره الحقيقه الاعضاء والدعم الذي تقوم به او الذي تتولاه مؤسساتنا في الدوله. وهذه اللجنه تشكلت تقريبا منذ سنه، وهي يعني تلعب دور بارز ان شاء الله تعالى في تعزيز حضور الاشخاص ذوي الاعاقه واشراكهم في مجالات الحياه. جميل جدا استاذ احمد. طيب استاذ احمد، بشكل سريع، هل من نصائح حتى نساعد اصحاب الهمم من زملائنا في العمل او حتى من المحيطين فينا في الاجتماع في الاندماج في المجتمع بشكل عام؟ للاسف الكثير منا يجهل الطريقه. نحن الحقيقه محظوظون جدا كوننا نعيش في زمن يعني يشهد تطورات هائله في مجالات التقنيه المختلفه. وهذه المجالات الحقيقة التي تطورت فيها التكنولوجيا ستسهم قطعا في تعزيز طبعا إدماج ذوي الإعاقة في برامج طبعا الحقيقة المختلفة، وستسخر الطاقات الكامنة، على اعتبار أن اليوم بات الكثير من الوظائف التي تعذر طبعا القيام بها سابقا يعني نتيجة القصور التقني، أصبحت هذه الوظائف متاحة اليوم لفئات مختلفة من المجتمع، منهم طبعا الأشخاص ذوي الإعاقة. فأنا أدعو الجميع إلى استغلال هذه الثورة التقنية لتطوير إمكاناتهم الثقافية، إمكاناتهم طبعا المهنية، وأيضا يعني تطوير أنفسهم حتى يكونوا طرف فاعل إن شاء الله ومشارك جنبا إلى جنب مع كل فئات المجتمع في طبعا يعني تعزيز النهضة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. إن شاء الله وكل التوفيق لكم. طبعا كان معنا في هذا اللقاء الجميل السيد أحمد العمران رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، شكرا لك. شكرا جزيلا.